ثاني أبريل لتبدأ بداية تظاهرة كبيرة تلك التي سيعيشها ميناء الدار البيضاء ابتداء من الثاني من أبريل القادمة احتفالا بالذكرى المئوية للشروع في إنشائها، حدث يشكل مناسبة مهمة لتتمين الميناء وإبراز الأدوار الطلائعية التي قام بها على مستوى تقوية النسيج الاقتصادي الاجتماعي والعمراني على مستوى العاصمة الاقتصادية للمملكة. والهدف من هذا هو مجموعة ديال الأهداف الحقيقة. اولا التذكير بالدور الاساسي والتاريخي اللي لعبوا ميناء في الدار البيضاء في تطوير يعني المدينه، في تطوير المغرب، في تطوير التجاره الخارجيه المغربيه، وفي تطوير تنافسيته الاقتصاديه. النقطه الثانيه وهي كذلك فتح مجال للنقاش وللتبادل ولتفكير المستقبل. 100 سنه ورانا ولكن عندنا التاريخ كله امامنا، فكيفاش يمكن لينا مجموعين نخمموا ونطوروا هذه البنيه التحتيه ونشاركوا مجموعين في تناغم تام ما بين المدينه وما بين الميناء وما بين محيطين المحيط ديالهم مجموعين للوصول بالمغرب المبتغى اللي ان شاء الله بغينا له. النقطه الثالثه وهي التعريف بهذه المنشاه بمجموع معطياتها سواء التاريخيه او الاقتصاديه او البنيويه للشباب المغربي المغاربه والبيضاويين بصفه عامه على مختلف الشرائح ديالهم. ثم كذلك وهذا الاهم انها بغينا تكون مناسبه لنخلدوا بها هذه الذكرى ولكن تبقى للمستقبل بخلق يعني اشياء اللي تبقى للدوم والدوام لله. احتفالية ميناء الدار البيضاء وعلى مدى 100 يوم ستتيح للعموم ومختلف الفاعلين والمتداخلين التعرف على الرصيد الثقافي والتراثي والاقتصادي للميناء عبر برنامج متنوع بين معارض فنية وفوتوغرافية تبرز مختلف المراحل التاريخية للميناء.